السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة علي للتقنية. رجعت وياكم اليوم درس جديد وإضافة جديدة مهمة لبرنامج الوورد، توفر عليكم الوقت والجهد بنسبة 80%. إن هدفي بهذه القناة هو نشر كل ما هو مفيد وما يسهل عليكم الجهد والوقت، فلا تبخلوا علي بدعم القناة بالاشتراك واللايك والتعليق المناسب حتى نستمر بتقديم كل ما هو مفيد. فاصل ونبدأ على بركة الله. بسم الله نبدأ. كل ما عليكم هو متابعة الدرس حتى النهاية حتى تفهموا جميع التفاصيل. سوف أترك لكم في وصف الفيديو رابط الإضافة. نبدأ، ندخل على الإضافة. دخلنا على الإضافة، تحميل مجاني حسب النظام مالتك. تدعم المايكروسوفت أوفيس الوورد من 2003 حتى 2021 حسب النظام اللي عندك، أما يكون 32 أو 64 بت. ننقر على 64 نظام الآن محمله. بعد ما يكتمل التحميل مالته راح ينزل عندكم ملف بهالشكل هذا. هسه نجي تنصيب الملف، تنصيب اعتيادي. ننقر عليه هيك، نقول له موافق. هذه ما نتركها. هنا نقول له نيكست. انا منصبه طبعا، فانتم كل ما عليكم تكملون التنصيب مالته. بعد ما يتنصب، انا ما يحتاج انصبه مرة ثانية. بعد ما تنصب مثل ما تشوفون هنا أنا اجت عندي اضافة اسمها الكوتولز والكوتولز بلس. راح تقولون شنو فائدة هذه الاضافة؟ يعني هذه الاضافة بصراحة رهيبة بمعنى الكلمة. حاليا اغلب الباحثين اثناء كتاب الرسالة مالتهم سواء كانت باللغة العربية او باللغة الانجليزية، تلاحظون عادة اثناء تنسيق الكتابة تنترك عندنا فراغات، ترك عندنا فراغات مثل ما تشوفون اكو فراغات عندي هنا. فطبعا اليوم راح اشرح لكم جزء بسيط من خصائص هذه الاضافه، وان شاء الله راح اسوي سلسله وافصل هذه الاضافه يعني بالتفصيل الممل، لان هي اضافه يعني كبيره جدا. فننقر على الكوتولز. مثل ما تلاحظون هنا أنا عندي عده تبويبات، وكل تبويب بقائمه مستدله مثل ما تلاحظون. فراح نشرح اول اضافه اللي هي شلون نتخلص من هذه الفراغات مثل ما تلاحظون قدامكم. فنجي على كلمه ريموف، ننقر على القائمه المستدله منها عده خيارات طبعا. فنجي على ريموف اكسترا سبيس، يعني حذف الاضافات، العفو المسافات الزائده. فننقر عليها. Do you want to remove all extra space؟ يقول موافق. هل تريد ازاله جميع الفراغات الزايدة؟ نقول له موافق يس. ننتظر شوية. مثل ما تلاحظون حذف لي جميع الفراغات، وأغلب الباحثين أثناء النسخ واللصق تصير عندهم فراغات وبصعوبة تنحل. هاي الإضافة تحلك هاي القضية بشكل مباشر. راح نشرح شيء إضافي عن الريموف. أنا عندي بهذه الرسالة أو هذه الأطروحة صور، بعض الصور أنا أريد أشيلها. أجي من كلمة ريموف أقول له remove picture، خلاص حذف لي الصور، رجعت الصور أنا حاليا. زين، شنو عندنا بعد؟ يقول لك remove the end notes، الملاحظات اللي مخلينا. remove the hidden text، أكو بعض الكتابات تصير يعني مخفية أو مظللينها باللون الأبيض فما تبين، تقدر تمسحها. remove comments، التعليقات المضيوفة نقدر نمسحها. remove drop caps، يعني في بعض الأحيان أنت بعض الكلمات مسويها capital letter، مسويها capital letter في موقع ما وهي ما تصير يعني تنكتب capital letter. احنا المعروف الكابيتال letter بداية السطر، بداية السطر أو يعني حسب قواعد اللغة أنه بعض الأحرف ما يصير تصير capital letter اللي هي بنص الجملة وكذا. فهنا إذا أنت كاتبها بالخطأ هو راح يصحح لك إياها. ريموف هايبر لينك، اذا انت يعني ضايف بعض الروابط يمسح لك اياها. ريموف فريم، اذا انت عندك فريم وهذا الفريم تريد تشيله. ريموف تيبل، اذا انت عندك تيبل تريد تتخلص من عنده فمجرد بدون ما تتعب نفسك تقول له ريموف تيبل يمسح لك اياها. ريموف اول بوك ماركس، ريموف اول تكست بوكس، اي شيء تريد تحذفه
بالملف مالتك بشكل كامل بدون ما تروح لنقرة واحدة تقدر تتخلص من عنده. كان هذا درسنا وياكم لهذا اليوم، ما حبيت أطول عليكم. إن شاء الله راح أشرح جميع التبويبات وراح أسوي سلسلة على هاي الأداة. أتمنى إذا عجبكم الفيديو واستفاديتم من عنده وكان شيء جديد عليكم، ترك تعليق مشجع حتى أستمر إن شاء الله، وشكرا لكم على المتابعة.